مدام استاذ كيف بقيتي مزيان؟ قلت لنا كي دوزنا الوطني، وانا صراحه ما بغيتش نهضر في الجروب. بالنسبه للسد هو ليه زعما كامتحان تحط سهل، ولكن مهم جاوبت على داك الشيء اللي عرفت. ولكن كاين السد واحد الحاجه هي النقله، كاين السد النقله بزاف، خاصه انا كندوز في الامل. ما نعاودش لك، ما نعاودش لك السد والله. كتقصد واحد ما عمره ما خدم شي حرف، ونقل كلش، نقل دالة مرسومة مقادة مع المتتاليات مع التكامل، كل شيء منقول. واحدة صاحبتي يعني تجربة شخصية، ما عاود لي حتى شي واحد. نقلت البارح لونجلي بالرايتين، ما تعرف حتى شنو هي ديال الدروس. واه شفت هاد النهار قلت المات كامل، والفيزيك حتى هو سد نخلو ما نقلوه، ما نخلو ما نقلو فيه. وانا صراحه البارح فاش البارح حتى عصبت بزاف على حسب الفيزيك فاش نقلوه، وطحن المورال وصافي. عييت بصح، شفتك العيش مثاليه ما بقيتش كنهبط، حيت كنت فريمون في التالي عييت وصافي. وبقى فيا الحال، وكمل علي كمل عليا هاد النار فاش جبتهم نقلوا الماطو اهم داك التكامل، ما عرفتش نجاوب عليه. صافي تعصبت. المهم السادة كل شي في يد الله، وكل واحد غادي يلحق المكتاب ليه. وهادشي اللي كاين.